اليوم نحن كمصنعين ايس كريم اليوم في بعض المشاكل عم بواجهها. اول مشكله ضعف بالمواد الاوليه او نقص بالمواد الاوليه اللي هاي عم تاثر على جوده البضاعه، يعني هاي الصعب كثير لحتى عم نحسن امنها. الصعوبه الثانيه هي الورش المحليه اللي هاي عم تاثر اولا على السعر، ثانيا يعني بالجوده، يعني مي بالجوده المطلوبه او الجوده التمام، مي يعني بالجوده اللي نحن عم نصنع او غيرنا. المشكلة الثالثة اللي هي غلاء الكهرباء، اليوم غلاء الكهرباء عم يأثر علينا كثير مو شوي. أولاً في غلاء القطعة، ثانياً في الإنتاج، يعني اليوم غلاء القطعة من عدم مؤاخذة من غلاء الكهرباء وغلاء غيره وغيراتها. نحن بشركة ريفا فارما للصناعات الدوائية بصراحة عندنا عدة تحديات وصعوبات، سواء على المستوى الداخلي المفروض من الجهات المختصة يكون في دعم وحماية للمنتج الآخر سواء الأجنبي أو حتى اللي جاي من منطقة النظام اللي بيعاني من موضوع الفعالية بشكل أساسي. تمام، الموضوع الآخر بصراحة هي موضوع شهادة المنشأ، نتمنى من وزارة الصحة العمل على هذا الأمر بمنحنا شهادة منشأ بحيث نستطيع تصدير موادنا لعدة دول برا، باعتبار في عنا عملاء جيدين وأصنافنا موثوقة من أجل التصدير. نحن بنصنع هون بطاطا الشيبس، في عنا صعوبات ومعوقات اللي هي أهم واحد، أهم صعوبة هي غلاء الطاقة اللي هي الكهرباء والمحروقات، وعندنا صعوبة تأمين المواد الخام كونها مستوردة من الخارج، وفي عندنا صعوبة انه السوق المحلي الموجود حاليا ما عم يستوعب هالكمية الانتاج الموجودة في المناطق اللي عندنا هون، كونه في عدد كبير من المعامل والسوق صغير ما عم يستحمل. فبدنا القائمين على هالموضوع اكيد بيعرفوا المعوقات اللي احنا عم نعانيها، ونتمنى منهم يلاقوا الحلول اللي هن بيعرفوها. يعني